السلام عليكم على بركاته. أنا من قناة بروف دي بروف صوت فيديو دي والقناة. إن شاء الله النهاردة معانا مشروع لعبة إكس أو باستعمال بايثون. لعبة إكس أو عادية، ممكن أنت تكون شفت فيديوهات كتير عن الإكس، لعبة الإكس أو بتتعمل بالكونسول عادي، بس إحنا بنضيف عليها حاجة جديدة إنها هتتعمل بيه الـ AI، أو هنضيف فيها ميزة الـ AI، إن الكمبيوتر يقدر ألعب مع الكمبيوتر، والكمبيوتر يقدر ياخد قرار أو ياخد أحسن لعبة أو يلعب معايا يعني. بمعنى أصح هنشوف كل ده دلوقتي. فمثلا المشروع بتاعنا هيكون زي كده، هيكون مثلا لو أنا لعبت هنا الـ X مثلا بزيرو والـ Y باتنين، لعبتها في آخر حاجة في آخر صف، هنفهم كل المعلومات دلوقتي، هنفهم ده معناها ايه كل ده ان شاء الله قدام. بس خلينا بس في الموضوع في دلوقتي. مثلا انا اختار مثلا ان انا العب، مثلا يعني اختار مثلا ان انا العب في الاكس هنا، او بلعب هنا ان هو بيقفل عليا هنا. لو تاخد بالك هنا ايه، هو بيقفل عليا، اختار ان هو يقفل عليا عشان ما اكسبش. مثلا يعني مثلا انا هختار ان انا العبها هنا مثلا في الـ اكس هنا، عشان ايه زي ما انتم شايفين هو ايه اختار ان هو يلعب هنا عشان يقفل عليا وفي نفس الوقت يكسب. طب طبعا وخلاص خرج من اللعبة، يعني انت ممكن خرج من البرنامج، ممكن انت تعمل تعيد تشغيل البرنامج، تعدل في الكود فانت تشغله عادي. فمثلا لو احنا هنلعب هنا مثلا في الواحد والواحد، هو في الاول بس بياخد وقت كده لان لسه اللعبه في اولها، بيعمل تحليل للبورده لانها لسه فاضيه، فما في حلول كتير قوي ممكن يلعبها. فمثلا هو اختار اللعبه هنا، فانا مثلا ايه اختار مثلا ان انا العب مثلا هنا الاكس 2 والواي بي، اختار ان هو يقفل عليا. هو كده احنا مش هنخلص يعني، هو ايه، طب انا هشوف انا هلعبها في الحته دي كده، دي اختار هل هو يقفل عليا، يختار ان هو يقفل عليا، ولا هو يختار هنا الحل السليم ان هو يكسب على طول. يعني هو اختار ان هو يلعبها هنا ان هو كده كده كسبان، يعني ان هو يعني شوية يعني هو بس مش غلط في الالجوريزم، بس هي يعني هو الالجوريزم طالما في نفس الحل، يعني هو في حلين ان هو يكسب بيهم، يا اما يلعب هنا خد بالك هنا، يا اما يلعب هنا. فلو لعب هنا هو كده كده هيكسب، ولو لعب هنا برضه لو انا قفلت عليها هيكسب هنا، ولو انا قفلت عليها هيكسب هنا. فهي بالنسبة له هو بيختار اول حل بيلاقيه، فلما بيلاقي حلين ليهم نفس البروبابيلتي، او ان شاء الله هنشرحها في الكود، بس ان ليهم نفس القيمه عندي السكور، بيختار اول حل. انت ممكن تعملها بكذا كونديشنال معينه ان انت تختار حل معين منهم، بس مثلا لو احنا مثلا هنخليه نقفل عليه مثلا تبقى الاكس بواحد والواي بزيرو، هو كسب. كذلك الحل لو احنا لعبنا هنا هيختار هو الناحيه الثانيه. طب ماشي، اللعبه دي بتشتغل ازاي؟ هنشرح الاول ايه هي اليه البرنامج بتاعنا، الادوية بتاعنا بيشتغل ازاي. هو بس البرنامج بتاعنا عبارة عن اكس او عادية جدا، بس في دور الكمبيوتر، لما الكمبيوتر بيجي يلعب انا بلعب، بعد كده الكمبيوتر بيجي يلعب بيسلم البوردة دي لحاجة اسمها ايجنت، او حاجة اسمها لو انت عارف الاي اي شوية او مشاريع الذكاء الاصطناعي هتفهم. الايجنت هو عبارة عن حاجة يعني حاجة زي موديل كده، بتاخد البوردة بتاعتك وبترجع لك قيمة، ان هي القيمة دي بترجع لك ايه احسن حركة انا ممكن العبها. ماشي، هنا انا عندي الثلاث ملفات بستخدمهم في المشروع بتاعي، الكلاسيس والبلاير 1 والبلاير 2. بلاير 1 والبلاير 2، البلاير 1 دي هتكون هي إيه، ميني ماكس مع الالفا بيتا. ان شاء الله هنشوف دلوقتي الالفا بيتا معناها ايه، بس ركز معايا بس. والبلاير دي مع يعني هي نفس، يعني هي نسختين من نفس الملف، خد بالك انا ممكن تستخدم نسخة واحدة بس، لكن انا هنشرح حاجتين، هنشرح الخوارزميه اللي احنا بنستخدمها في الذكاء الاصطناعي، هنستخدم الميني ماكس العاديه والميني ماكس مع الالفا بيتا، او بنشوف الاثنين. طبعا الميني ماكس مع الالفا بيتا بتكون احسن وبتكون اوفر في الوقت، احنا هنقارن الاثنين بالوقت وبالسكورز وبعدد الوقت اللي هو خده عشان يرجع لي احسن قيمه. ودي الانفورميشن لو انت بصيت كده هتقول هنا الميني ماكس الجوريزم مع وزاوت الفا بيتا. لو احنا طلعنا فوق كده شويه في اول اللعبه خالص هتلاقي ميني ماكس وزاوت الفا بيتا طلع سكورات 6000 7000 8000، دي عدد الدوال اللي بيستخدمها في الريكيرجن، هنشوفها دلوقتي ان شاء الله قدام. بس مع الالفا بيتا بتلاقي ان الدبس بتاعها قليل، الدبس بتاعها خلي بالك اللي فوق دي السكورز ودي الدبسز، الدبس اللي هو الحل المعين ده خد كام طبقه لاير تفكير لغايه ما يلاقي ان الحل ده جاب السكور ده.
فبقى زي ما انت شايفين الوقت اللي هو خده او الدبس تعتبر يعني الوقت قليل بمقارنة عدم استخدام الالفابيت. ان شاء الله هسيب لك المشروع ده في الديسكريبشن تبص عليه. هنشرح كده بسرعة بس ان احنا بنقول السي دي ال او والبي ال اكس، وبناخد كائن للبلاير للبي وكائنين، واحد كائنين للكمبيوتر، بناخد كائن للبلاير اللي هو ليا وكائنين للكمبيوتر، واحد بيستخدم الميني ماكس العادية وواحد بيستخدم الميني ماكس مع الالفا بيتا، وبناخد كائن من البوردة اللي احنا هنشتغل بيها وبنديله السي والبي، بنديله السي اللي هو اول بارامتر اللي هو الكمبيوتر هيلعب بايه، والتاني بارامتر اللي انا هلعب بايه. لو احنا كده بصينا على البوردة بتاعتنا، البوردة دي بس فيها شوية دوال، بس هي دي البوردة اللي احنا هنشتغل عليها. فري انيشيلايز بيعمل انيشيلايز للبوردة بتاعتنا هي 3 في 3، وبيعمل هنا حاجة زي ديكشنري كده، بيحط ان اللاعب او الكمبيوتر لو كسب هيرجع لي قيمة واحد، واللاعب لو كسب هيرجع لي سالب واحد. ده بنستخدمها في ايه؟ ده بنستخدمها يعني في كذا حاجة هنشوفها شوية قدام. من الحاجات اللي احنا بنستخدمها فيها ان احنا لم هيرجع لي يا اما واحد يا اما سالب واحد لو في حد منهم كسب، فانا على اساس كده هقول مثلا كمبيوتر وين او اللاعب وين. ده جزء من اللي هو هيعمله في الشو ان هو بيعرضها، في التشينج لو انا بديله هنا البلاير او الكائن اللي هو بيلعب سواء كمبيوتر او لاعب عادي، والبوزيشن اللي هو اختاره، وعلى اساس كده ايه يا اما بيغيره يا اما بيرجع لي حرف 2 رقم 2. ده لو هو نوت فاليد. يعني ايه نوت فاليد؟ يعني في حاجه مكتوبه فيه في البتاع دي قبل كده، فمش هينفع ان انا اكتب عليها في خانة يعني معينة. وفي الآخر خالص لما بيخلص هنا بيقول لي بعمل هنا return self dot evaluation. يعني طب ايه هي ال evaluation؟ evaluation دي في كل مرة أي لاعب بيلعب بشوف، أنا الطبيعي لازم أشوف في أي لاعب بيلعب ممكن يكون كسب أو خسر، فأنا أو تعادل، فأنا دالة ال evaluation دي بتستدعى مع كل لعبة لأي لاعب سواء كمبيوتر أو لاعب، فبتستدعى هنا بقول له هنا إيه الثلاث صفوف الرأسية لو هما بيساووا بعض، ولو الثلاث صفوف الفوقية بيساووا بعض أو القطرين، ولو في تعادل. يعني إيه تعادل؟ يعني كل الخانات اتملت مفيش أي مكان للاعب تاني يلعب. فأنا بقى إيه بعملها هنا، بلف الإكس والواي كلها، لو لقيت إن في حرف لسه فاضي بخلي المتغير بره كده اسمه ال او بصفر، وال ال او دول بخليه بواحد. لو خرجت لقيت ال ال او بصفر يعني مفيش ولا حرف او مفيش ولا خانه فاضيه، بتقول ريتيرن زيرو. زيرو دي معناها ان اللعبه توقفت يعني مالت خلاص. وفي فوق اللي هي الكلير دي اللي بترجع البورد زي ما هي، البورد قصدي. فهنا بنعمل بورد دوت شو، وبنقول هنا البلاير هيلعب بايه والكمبيوتر هيلعب بايه، والوال ترو هنا بناخد الاكس والواي من اللاعب، بنقول هنا بورد دوت تشينج الهيومن والانت اكس والانت واي. لو رجع حاجه، رجع مثلا لو رجع مثلا قصد واحد يبقى كده الكمبيوتر كسب، لو سالب واحد يبقى كده انا اللي كسبت، لو اتنين يبقى اعمل كونتينيو يبقى هو في غلط، هو كتب في حته غلط في اللعبه. الصغير ذلك يعني زي اما صفر، يعني صفر يعني هو طاي تعادل، فانت بتطبع طاي وبتعمل بريك، تعمل كسر ليه الحلقه التكراريه اللي بره دي. تمام، بننزل تحت هنا. طبعا ده دور الكمبيوتر، سيبك من الكلام دلوقتي، احنا بنقول هنا الكمبيوتر دوت بيست موف اللي بيديله البورده، والكوم 2 دوت بيست موف بترجع بديله برده البورده، بترجع لي ثلاث حاجات: السكورز بتاع كل حل ممكن، والبوينتس بتاعت كل حل، يعني ال 0 0 دي لو انا لعبت فيها ايه هي البروبابيلتي بتاعتها او هي السكور بتاعها، والدبس بتاعها، الدبس بتاع اللي هو كم مره يعني او مدى تقل او مدى زي ما انت بتقول ايه، لو احنا نستدعي فيه مدى الباور بتاع الالجوريزم او الالجوريزم اشتغل بطاقه قد ايه. هي دي الدبس، خليها الالجوريزم اشتغل بطاقه قد ايه، كل ما الدبس ده زاد كل ما الالجوريزم استبذل طاقه اكبر في ان هو يلاقي البروبابيلتي بتاعت الحل دي. تمام ماشي. كأنا ككمبيوتر بدور على اعلى حل، يعني ككمبيوتر انا بدور على اعلى حل لكل البوينتس، فبلف البوينتات كلها بقول هنا فور اي ان رينج لين اس، بشوف لو الاس ده اكبر من البيج سكور بديله البيج سكور دي انيشال فاليو بسالب 1000، ولو لقيتها اقل منها انت بتاخد منها الاندكس، وبدول البيج سكور بتساوي الاس اي.
بنطبع هنا شويه انفورميشن. اول انفورميشن اللي احنا بنطبع بيني ماكس انفورميشن مزود الفا بيتا، بنديله الدي اس 2 والدي 2 اللي هي سكورز والديبس، وكذلك برضو مع الميني ماكس مع الالفا والبيتا. بعد كده بنعمل بورد دوت تشينج العاديه خالص. بعد كده بنقول هنا ايه بورد دوت شو، اعرض البورده دي، وبنقول له برضو بنعمل برضو نفس الحكايه فوق، ان هو لو في حد كسب، في حد كسب او خسر. او طبعا مفيش اصلا ان انا الكمبيوتر عمره ما يختار، عمره ما الكمبيوتر هيستهبل يعني ويحط في خانه موجوده اصلا، ف مش موجوده، مش ان انا مش عمره ما هيرجع هنا اتنين. بعد كده بيرجع تاني نفس الحكايه خالص. دلوقتي تمام، احنا فهمنا اللعبه ماشيه ازاي، ما عدا نقطه واحده لسه ما فهمناهاش. هل الكمبيوتر ازاي بيجيب احسن موف يلعب؟ لازم نفهم الميني ماكس الجوريزم ماشيه ازاي. الميني ماكس الجوريزم دي عباره عن ايه؟ عباره عن الجوريزم، يعني يستحسن انت تكون قريت شويه عنها. انا اسف مش هقدر يعني اشرحها بالتفاصيلها قوي، لان هي يعني مش الجوريزم تقيله، هي سهله على فكره، بس يعني هي ايه محتاجة شرح وأمثلة كتير تتحلل عليها عشان تفهمها. بس كشرح يعني هنشرح مثال وهنكود على طول. بيقول هنا إيه دي الماكس ودي الماين. هو بيدي كل سكور الحلول، يعني هنا مثلا لو احنا مثلا قلنا هنا إن دي في 3 حلول ممكنة هنا، الماكس بيختار أعلى حل والماين بيختار أقل حل. هسيب لك برضه تحت الريسورسز كده عشان تدور عليها، تدور في الميني ماكس عشان تفهم الميني ماكس الجوريزم. هسيب لك برضه اللينك، الموقع ده جميل جدا، أنا فهمت منه الميني ماكس الجوريزم، ممكن تفهم منه أنت كمان لو أنت شفتها كويسة. يعني الألفا بيتا برونينج بقى هي عبارة عن إن أنت بتحاول توفر في عدد النودز. يعني إيه توفر في عدد النودز؟ حاجة زي مثلا ايه، ان انت في كذا حل قدامك. يعني مثلا في مثلا حل ان انا العب في الاكس في الخانة دي. طب ماشي، هل الخانة التانية بخلي كل الخانات معتمدة على بعضها؟ يعني مش الخانة دي منفصلة لوحدها والخانة دي الحل ده منفصل عن الحل ده والحل ده منفصل عن الحل. لا، بحاول اربط بينهم بطريقة ما بحيث ان انا اوفر شوية، لان مثلا في نقطة معينة في حل معين خلاص انا هقول له مش محتاج ان انا اخش في الحل ده اكتر، لان انا عندي فوق حل احسن بكتير من الحل ده. فهي دي بوساطة جديدة الالفا بيتا برونينج. تعالى كده نشوف الاتنين بيتشرحوا ازاي ونكمل مع بعض الكود. كمثال بس على الخوارزمية الميني ماكس، هناخد بس كده مثال بسيط عن اللي احنا هنعمله في اللعبة بتاعتنا اللي هي الاكس او. فلو نتخيل مثلا ايه، ان عشان بس هنبتدي بس من حتة معينة كده في اللعبة مثلا، او حتة عشوائية في اللعبة عشان نخلي نشرح الالجوريزم بشكل اسرع. ولو مثلا يعني مثلا انا عندي هنا او، فلعبت هنا اكس، عندي هنا مثلا او، هنا اكس، هنا مثلا او، هنا اكس مثلا. يعني هنا انا مثلا ايه، انا يعني الكمبيوتر بيلعب بالاو. فدلوقتي انا كأن انا الكمبيوتر، وهفكر ازاي الكمبيوتر بيفكر ازاي ساعتها، والبلاير او اللاعب اللي قصاد سواء بقى كمبيوتر سواء كان بني ادم مش ايا يكن. يعني انا افكر ازاي خوارزمية الميني ماكس بتشوف كذا حل، زي ما احنا شفنا كل الحلول بتجربها وكل الحاجات بتجربها، وبعد كده تشوف السكورز بتاعتها بتبقى عاملة ازاي، وتنقي على حسب انت هتختار انت كميني ماكس او ماكسمايز. انت قصدي كمينيمايز او ماكسمايز، انت بتختار اعلى سكور او اقل سكور. فلو نفترض مثلا ان الكمبيوتر كديفولت اللي احنا هنعمله في البرنامج في السكريبت بتاعنا ان احنا هنخليه كماكسمايز، فهنا هتبقى مثلا ايه، هتبقى هنا نعلمها نقول هنا ماكسمايز، وهنا مينيمايز، وهنا ماكسمايز، وهنا مينيمايز. ماشي، الكمبيوتر قدامه 3 حاجات يتحرك فيهم. هنا مثلا تعالى كده نمثلها، هنا اكس او او اكس اكس او اكس. ماشي، طب انا اتحركت هنا قدام البلاير التاني. خلي بالك هو بيفترض ان هو البلاير اللي قصاده بيلعب احسن، بيلعب احسن لعبة، فقدام ان هو ايه يلعب هنا 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 هنا. فمثلا قدامه مثلا ان هو الكمبيوتر مثلا قدام، قصدي اللاعب اللي قصاده يلعب هنا، كآخر حاجة خالص ان هو بيعملها هنا هنا هنا. دلوقتي اللعبة انتهت كتعادل. بس كده ازاي؟ معذور بس يا جماعة، انا اسف ان انا بسجل بالتليفون. اللعبة هنا انتهت تعادل. طب اللعبة هنا انتهت تعادل، بيرجع هنا قيمة 0.
احنا هنبرمج اللعبة بتاعتنا بان لو الكمبيوتر كسب يرجع واحد، لو اللعيب بس هو اللي كسب، لو اللعيب التاني هو اللي كسب يرجع سالب واحد عشان تبقى متوافقة مع الماكس والماين والحاجات دي. فهيرجع هنا صفر وهيرجع هنا برضو صفر. طبعا مفيش هنا عن عقيد، هنا احنا هنا في الماكس، فاحنا مفيش عنقود تاني نجرب عليه ان هو ماكسماز اكبر من الصفر ولا لا، فاحنا بنرجعه على طول هنا. فهنا خلص اول عنقود ده اللي هو هنا، فجابها ايه ان هو هنا دي جابت صفر. نشوف بقى العنقود التاني، بيقول هنا هنا اكس او اكس اكس او 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 اكس. دلوقتي فاضل واحد قاعد ان هو الاو يلعب هنا اكس او 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 اكس 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 او. دلوقتي هنا الكمبيوتر كسب، خد بالك هنا الكمبيوتر كسب، فيرجع هنا واحد، فاهم؟ ودي ماكسمايز، فهو مفيش اي عنقود تاني يتكرر بيه، فهي رجع ترجع واحد، فهنا هترجع ايه واحد. والمينيمايز هنا هيختار ايه هو الطريق ان انا امشي فيه عشان مخسرش، لان هو طبعا المينيمايز بيختار اقل سكور، فبيختار دي، فيرجع هنا صفر. خلي بالك هو بيفترض ان انا هلعب احسن لعبة عندي. كده خلصنا اول عنقود معانا وطلع ايه ناتج صفر. نخش بقى على العنقود التاني. العنقود التاني احنا قلنا ان احنا لعبنا هنا في المنطقة دي هنا كده، حطينا هنا، فاحنا هنلعب هنا التانية، نقول هنا اكس او 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 اكس، وهنا اكس برضو، وهنا الناحية التانية اخترناها هنا او، فنقول هنا او. هنا الاو هنا اتكسف، فانا مش محتاج ان انا اخش في اي عنقود تاني، فانا ارجع هنا واحد. فالعنقود ده كده رجع واحد. نروح بقى للعنقود التالت، ننقل اللي فيه اكس او او اكس او اكس او. قدام كده قدام ملعب، قدام ملعب حاجتين، يا اما العب هنا اكس او اكس او اكس او او اكس او او. وفي الحالة دي ايه؟ في الحالة دي الكمبيوتر كده كسب، فهنا هرجع سالب واحد، ومفيش داعي ان انا اخش في اي عنقيد تاني، خلاص ده انا مش محتاج، لان انا في ال... لان في حد كسب هنا، فهيرجع سالب واحد، فهنا هو مش هينزل تاني. نرجع بقى فوق، لسه العنقيد لسه مخلصتش، لسه في قرار تاني ممكن ياخد ان هو يلعب هنا. فلو مثلا هو لعب كده اكس او 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 اكس او اكس، هنا هنا كده في الحتة دي قدامه، هو ان هو يلعب هنا برضو اللي هو الماكسمايز. هنا اللعبة انتهت تعادل، فيرجع هنا صفر. وطبعا مفيش، خلي بالك احنا هنا ايه، بص احنا هنا في المينيمايز، خلي بالك، فاحنا ايه مفيش عنقيد تانية تنزل عشان يقارب بيها في المينيمايز، ومفيش عنقيد جنبه. خلي بالك المينيمايز هنا دي مينيمايز، دي بيختار اقل سكور من العنقيد التشيلد ليه، يعني ده بالنسبة له بيرد. لكن اخواته اللي هو مثلا كأخ مثلا نازل كده، يعني لو في اخ نازل كده لا انت بتحسب من اللي فوقيه، فاللي فوقيه ماكس، فيختار اكبر اهو هنا ماكس، هنا بيختار اكبر قيمة بتيجي من التشيلدز اللي هنا. فطبعا مفيش تشيلدز هنا عشان يختار كماكس، هنا احنا خلي بالك واقفين في الماكس هنا، فيرجعها هنا بي صفر. تمام، هنا انا رجعت سكورين، هنا سالب واحد وهنا صفر. خلي بالك انا هنا ايه في الماكس. نرجع بقى فوق اللي هو الماين. الماين هنختار ايه؟ الماين هيختار اقل حاجة اللي هو اختار سالب، اختار سالب واحد، لان لو الكمبيوتر لعب الحركة دي طبعا انا هختار احسن، اللي هو اللعيب التاني اختار احسن قيمة اللي هو سالب واحد، فهيحط هنا سالب واحد. خلي بالك انا هنا ايه، خلي بالك على طول كده، افتكر احنا كده واقفين هنا في الماين، ان انت بتختار في الماين، فانت بتختار في التشايلز اللي تحتيك، فاهم؟ هنا فسالب واحد قدام سالب واحد، وقدامي واحد وقدامي صفر، اختار ايه؟ طبعا انا كميكسمايز هنا اختار الواحد، فبختار اعلى قيمة هنا، وبختار انا الحركة دي. فبس هي دي كانت الالجوريزم الميني ماكس، يعني كشرح كده كمثال اللي احنا عليه. تعالى بقى نشوف هنعملها ازاي في الكود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا في قناة بروفسوت. فيديو جديد في القناة ان شاء الله النهاردة تكملة لمشروع الاكس او باستعمال الاي اي بايثون. شرحنا المرة اللي فاتت، كودنا ال اللعبة بتاعتنا بالميني ماكس الجوريزم. ان شاء الله النهاردة هنشوف حاجة
اسمها الالفا بيتا برونينج. الفا بيتا برونينج دي خوارزمية، يعني ايه ممكن تقول عليها ايه، تطوير للميني ماكس. الميني ماكس زي ما احنا قلنا هي خوارزمية بتعتمد انها بتلاقي كل الحلول وتدور انهي حل فيهم الكويس، دي الميني ماكس. الالفا بيتا برونينج وظيفتها انها تقلل عدد الحلول الممكنة. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في ان اختصر عدد كبير من العناقيد، عدد كبير من الدوال اللي ما انا هستدعيها في الريكيرجن اللي احنا شفناه المره اللي فاتت. لا، بدل ما انا اقعد استدعي في دوال، لا ممكن لحد معين بس، شرط معين يتحقق وخلاص انا هقول مش هكمل، خلاص انا كده مش محتاج. في شويه قواعد هنمشي عليها، يعني لو ما فهمتهاش هنفهمها في المثال اللي احنا هنشرحه. وبرضو في امثله هسيبها لك تحت في الديسكريبشن، عشان لو انت حابب، لو انت ما فهمتش الفيديو تبص عليها. قواعد كده نشوف هنمشي عليها. اولا الماكس دي هتعدل في قيمه الالفا، والماين المينيماي والمين هتعدل في قيمه البيتا. الشرط هو الفا اكبر من او تساوي بيتا، ده الشرط اللي لما بيتحقق ده معناه ان انا مش هكمل في اي عناقيد تانية، مش محتاج. الديفولت بتاعت الالفا هتكون بسالب ما لا نهايه، والبيتا هتكون بما لا نهايه. هنشوف ليه كل ده دلوقتي. كل نود سواء من او ماكس على حسب بيجيب وظيفته، ان هو النود اللي هي الدوائر والمربعات دي وظيفتها ايه؟ انها تجيب لي اقل لو هي من، ولو هي اكبر هتجيب لي اكبر سكور في السكورات اللي هي جايه لي. فهي دي وظيفه المين، بلس ان هو هيعدل في قيمه الفا وبيتا اللي عنده. و قاعدة أخيرة كده، إن هو الصعود بيساوي تعديل في قيم الألفا والبيتا، والنزول ده مفهوش تعديل. تعال نشوف مثال. لو أنا عندي مثلا الخريطة دي كده اللي هي بتاعت الميني ماكس الجوريزم، احنا اتفقنا إن هو الميني ماكس بتبتدي من تحت خالص لأنها دي اف اس. الميني ماكس كان ايه اللي انا قلت لك هنا؟ دي ماكس ماين ماكس ماين، خلي بالك هنا ماكس ماين ماكس ماين. فهنا الماكس هتختار ايه، 2 او 3. فهتختار مثلا، يعني نبتدي في الاول خالص، هنقول هنا ايه صحيح، هنقول هنا الفا بتساوي سالب ما لا نهاية، وبيتا دي بتساوي ما لا نهاية. احنا قلنا ان احنا بننزل 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 في النزول، الالفا والبيتا ما بتتغيرش، بتفضل زي ما هي. فلما يجي هنا عند الالفا، عند الماكس دي، هتبقى الالفا بكام؟ بسالب ما لا نهاية، والبت هتكون بما لا نهاية. فالنود وظيفته ان هو هيجيب هل الاتنين دي اكبر من القيمة اللي عندي. هو اصلا ما عندوش قيمة، ده لسه بيبتدي، فهيخلي القيمة دي باتنين، قيمة النود دي باتنين. طب استنى، ده فيه 3، هيخلي قيمة النود دي باتنين، وهيشوف هيعدي في قيمة الالفا هل القيمة بتاعت النود اللي رجعت دي اكبر من الفا او اكبر من الفا. فاحنا هنشيل قيمة القيمة دي وهنحط 2، هيشوف البتاع اللي بعدها اللي هي الماين، هل 3 دي اكبر من السكور اللي عندي؟ اه، فيشيلها ويحط 3. وطب هي هل اكبر هي من الفا اللي موجودة؟ 3 اكبر من 2؟ اه، هنشيل دي نحط 3. خلاص قيمة النود دي خلصت، النود دي درج علي 3. نرجع فوق شوية، نرجع ستيب لورا، فالنود ده رجع 3، فالماين هتبقى هنا ب3. قيمة النود دي رجع ب3. واحنا اتفقنا ان الماكس بتعدل في الالفا والماين بتعدل في البيتا. فهنا الالفا هتكون طبعا ب سالب ما لا نهايه لانها نازله، واخد بالك، والبيتا دي بما لا نهايه، فهتراجع هنا دي ب3، فهنغير في قيمه البيتا هتبقى ب3، لان انا قلت لك الماين الميني ماكس الميني الميني مايز بترج بتعدل في قيمه ال بتعدل في قيمه البيتا بس. فعدلنا احنا في قيمة البتة، لان الـ اي قيمة راجعة من اي نود هنا، لان انا واقف عند النود دي، تخيل انا واقف عند النود دي، فالنود دي رجع لي 3، فاهم؟ فانا بشوف هل انا مينيمايز، هل القيمة اللي راجعة دي اقل من البت اللي موجودة؟ اه، فيخليها ب3. اي نود تاني هياخد القيمة دي وينزل، فالنود ده هيبقى عنده الالفا هنا بسالب ما لا نهاية، وبتة دي ب3. هيعمل نفس الحكاية هنا، هياخد هنا الـ5، هل الـ5 دي أكبر من الألفا اللي معايا اللي أنا نازل بيها؟ أه، فأنت هتشيلها كده وتحط 5. هنا نقف شوية، هنقول هنا هل الشرط اتحقق هنا؟ خلي بالك الشرط، احنا بنشوف بنعمل تشيك في كل نود، احنا هل الشرط اتحقق هنا؟ هل ألفا هنا أكبر من أو تساوي بيتا؟ أه، أكبر منه بتساوي بيتا.
فاحنا خلاص مش محتاجين ان احنا نعرف قيمة العنقود ده، نقطعه ونرجع قيمة النود اللي طلعت. طبعا قيمة النود هنا بخمسة، فدي بخمسة طبعا، هنا طلع لي 3 و5، فالميني تختار اقل حاجة فدي بترجع 3، دي قيمة النود النهائية 3، فاهمني؟ طب ليه، طب ايه انا ايه المنطقة في المنطقة في كده؟ لان انا لو رجعت هنا مثلا الماكس هتختار 9 وهنا هيختار 3 صح، الميني هتختار الاقل، فانا حتى لو جات لي قيمة مثلا اكبر من 5 جات لي مثلا 9، طب ما انا كده كده ايه اللي فوق هنا هيختار لي التسعة، هيختار لي التلاتة، لأن أنا عندي التلاتة هي أصغر. طب لو جيب لي قيمة أقل من الخمسة كده كده أصلا مش هتعدي، لأن الماكس ده بيختار قيمة أكبر من الخمسة، فهي الشرط طالما ده الشرط ده اتحقق فأنت رجع النود اللي أنت واقف عليه وخلاص. فدي رجعت بتلاتة كده، إحنا الساب تري دي خلصت خلاص كده. تعالى كده إيه نعمل لها كده إيه كده، الساب تري دي خلاص خلصت كلها، رجعت لي قيمة 3. نروح بقى للنود اللي فوق، قيمة التلاتة دي بنرجعها كده ايه فوق للماكس. طب انا لسه برضو الشرط ان كل نود بيتشيك هل التلاتة دي اكبر من القيمة اللي عندي ومفيش قيمة عندي، فهتبقى برضو كأنها قيمتها 3، فاهمني؟ طب هل التلاتة اللي جاية لي دي اكبر من الفا؟ اه، فهنحط هنا دي الفا، الفا هتبقى بتلاتة. ننزل بقى تحت السب تري اللي تحت دي، هننزل هنا. معلش يا جماعة أنا آسف بس مش عارف أمسك وبتاع، ف الدنيا ملخبطة معايا شوية، أنا آسف. فبتنزل هنا ألفا بتساوي 3 وبيتا دي بتساوي ما لا نهاية، وبتنزل برضو أنا خلي بالك احنا اتفقنا في النزول ما بنعدلش في قيمة الألفا والبيتا، بتفضل زي ما هي باللي هي نازلة فيها. الماكس بيشوف هنا هل الصفر وواحد ايه الاكبر منهم، هيقول الواحد صح. طب هل الفا وبيتا هنا ما لا نهايه، هل الفا اكبر، هل القيمه اللي رجعت دي اكبر من الفا؟ لا مش اكبر من الفا، خلاص كمل بقى في العنقيد. طبعا ما فيش عنقيد تانية هنا، فهو هيرجع واحد على طول هنا، فاهمني؟ فرجعت للميني. طب هنقول هنا ها الميني بتراقب غير في قيمه البيتا، فهنا جات له واحد من النود ده، فهل القيمة اللي رجعت دي أقل من البتة؟ اه أقل من البتة، فاحنا ايه نخليها هنا بقى. هل هنا الشرط اتحقق؟ هل ألفا أكبر من أو يساوي بتة؟ اه، فخلاص أنا مش محتاج أخش في العنقود ده وأعرف قيمته، لأن أنا كده كده مش محتاجه. خلاص نرجع هنا 3 و1، الماكس هتختار 3، يبقى ده أحسن طريق تمشي فيه، لأن هو هنا رجع واحد، رجع واحد اللي هو أول ما الشرط اتحقق برجع السكور اللي أنت واقف عليه. ممكن المثال ده ما يكونش واضح معاك، اي ممكن ما تكونش فاهم شوية، لو في حاجة واقفة معاك يا ريت تكتب علي تحت في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. نروح بقى هسيب لك برضو ريسورسز تحت وبرضو الموقع اللي انا جبت منه المثال ده شارحها بطريقة احسن يعني، فانا ما حبيتش اطول يعني في الفيديو. انصحك ان انت تخش تشوف اللي على الموقع ده اسهل وبيشرح عشان بشرح بواحدة واحدة كده، فانت تخش تشوف الحاجة دي. لو انت ما فهمتش ارجوك ما تخش على جزء الكود الا لما تكون فاهم الالفا بيتا بروننج دي، ما فهمتهاش مني شوف حتة تانية تفهمها منها، بس قبل ما تخش على الكود. يلا نشوفك في الكود ان شاء الله. بعد ما شفنا ازاي الكود ده بيتم، او مش قصدي الكود، الالجوريزم ازاي بتشتغل، حلينا كده مثال بسيط عنها للالفا بيتا برولينج والميني ماكس. تعالى بقى نشوف اول حاجه، هنشوف الميني ماكس العاديه بتشتغل ازاي، بعد كده نشوف على الالفا بيتا برولينج. الميني ماكس بكل بساطه جدا جدا في الكائن اللي هو اسمه بلير، طبعا في انيشال ليه ان هو انا باخد الحرف اللي هو اشتغل بيه الاكس ولا الاو. في ده اللي هنا البيست موف، البيست موف دي كل ما عليها انها بتلف كل جوه حل هنا في البورد دي، وفي هنا عندي السكورز والديبس والبوينتس بتلف كل جوه حل، وبتستدعي ده اللي اسمها سيلف دوت ميني ماكس. بديله هنا البورد والديبس اللي هو واحد وفولس. الفولس ده ان انا عن طريقه بحدد هل اللاير الجايه دي او الاستدعاء اللي جاي ده هيتم اي للماكسيمم للماكسمايزر او ولا المينيمايزر. بيرجع لي اتنين، الاس والدي، الاس ده السكور والدي دي اللي هي الديبس اللي هو وصل له في الحل ده. بنضيف هنا السكور والديبس وبتاع، بعد كده بنرجع تاني الحل ده زي ما كان هنا،
بنرجعه تاني. طبعا هنخليها هنا سيلف دوت كوم، غيرناه بالحرف اللي احنا مدونه في الاول، وفي الاخر خالص بعد ما بيضيف بيشوف كل حل والسكور بتاعته بيحط السكورز والبوينتس والديبسز. طب تعالى كده نشوف الميني ماكس شغال ازاي. الميني ماكس عباره عن، طبعا ده ريكيرجن، فانت لازم تكون فاهم الريكيرجن كويس. الريكيرجن يعني ايه كتلحيم، تلميع بسيط، بس هو بينقسم لقسمين. اول قسم فوق اللي هو النود، اخر نود دي هتعمل ايه؟ اخر نود دي بترجع ايه؟ بتعمل بتقول الدبس بتساوي الدبس، والسكور بتساوي بورد دوت فيفان. طبعا الدبس دي ممكن تشيلها، ملهاش لازمه يعني. كنترول اس، مش عارف انا كنت حاططها ليه بس شغال برضو. بنقول هنا سكور بتساوي بورد دوت ايفالويشن، بنعمل ايفالويشن للسكور عندي، وبقول هنا لو السكور ما رجعتش نون يعني اللعبه لسه ما وقفتش، اعمل ريتيرن للسكور والدبس. طبعا انا بفترض ان انا كمبيوتر ماكسمايزر، عشان كده حطيت ان الكمبيوتر في البورده واحد، واللاعب مينيمايزر. ممكن انت تغيرها في البورده نفسها هناك زي ما احنا شفنا. طب ماشي، عدى هو، يبقى كده لو هو عدى من هنا يبقى هو مش اخر نود ولا حاجه، يبقى هو نود متوسط. طب انا النود اللي في النص او في الاول، النود اللي في النص هتعمل ايه؟ النود اللي في النص كل ما النود اللي في النص انها هتاخد بيجي لها هنا البورده، بتلف البورده اللي جات لها دي، كل حل هتلاقيه هتوديه للميني ماكس. طبعا احنا هنا ايه بنقول هنا لو هي از ماكس بنلف البورده كلها، لو هي از ماكس بنحط سيلف دوت كوب، لو هي مش از ماكس يعني ما يعني لو مش ماكسمايزر مينيمايزر بنحط هنا سيلف دوت بلاير. طبعا احنا بنحدد السيلف دوت بلاير والسيلف دوت كوم من فوق في الانيشلايزر. بنستدعي هنا الميني ماكس برضو، احنا كل ما علينا اللي في النود دي بتدي بتعمل ميني ماكس لكل حل بتلاقيه ممكن انا امشي فيه، وبترجع لي اس ودي. وبنقول هنا الدبس بتساوي دي، والسكورز بتساوي دوت ابيند الاس، والبورده بتساوي البورده دوت بيوصل البورده، وبنرجعها تاني زي ما كانت. بعد ما بيجيب الحلول كامله لكل الحاجات عن يعني، خلاص خلص كده كل البورده كلها، عدى على كل الحلول، بيرجع لي ماكس سكور لو هي از ماكس، وبيرجع لي مينيمايز سكور، بيرجع لي اقل سكور اقل سكور في السكورز دي لو هي مينيمايزر. لو الداله او الليفل اللي صدر ده في الريكيرجن ده مينيمايزر بيرجع لي اقل حاجه في السكور، لو هو ماكسمايزر بيرجع لي اعلى حاجه في السكور، بيرجع لي الدبس. خلي بالك انا بزود هنا على الدبس واحد هنا ليه؟ طب ايه الدبس ده في ديوت؟ الدبس ده هو عدد مرات استدعاء الميني ماكس. كل ما انت استدعيت الميني ماكس في كل نود بتطلع كلها، بنرجع لغاية آخر نود فوق اللي هي أول نود خالص اللي هي الروت، بتشوف هنا إن الحل ده استدعى كام مرة الدبس، أو استدعى كام مرة الدالة دي بتاعت الميني ماكس. فبرضو أنا نسيت أقول لك حاجة، إن إحنا قسمنا هنا الميني ماكس لحاجتين، جزء ليه آخر نود خالص، وجزء ليه النودز اللي في النص اللي هي في الميني ماكس. والجزء اللي في النص ده بينقسم لقسمين، أول قسم اللي فوق اللي هو لو احنا نازلين، لو الريكيرجن دي بتنزل ايه اللي هيحصل؟ هنعمل ميني ماكس، هنستخدم نستدعي الميني ماكس، هنستدعي الميني ماكس، الميني ماكس، الميني ماكس وكده. تاني جزء اللي هو واحنا طالعين بقى، احنا طالعين بنستخدم بناخد اللي طلع ده في الاس والدي، وبنحط السكورز بتاعتها في الحته دي. خلاص احنا كده خلصنا الميني ماكس العاديه، فاهم؟ نروح بقى للتعديل بتاع او الالفا بيتا بروني. طبعا انا لو تلاحظ هنا في الميني ماكس هنا، تعالى كده اعمل لها سيف، لو انا في الميكس في الميني ماكس هنا انا بستنى لغايه ما بعدي كل الحلول، يعني انا في الميني ماكس هنا لما انا برجع السكور لو هي ماكس، او برجع الماكس السكور او المين اللي في سكور في داله الميني ماكس، انا بوصل بعدي لكل الحالات الممكنه اللي انا ممكن اشتغل عليها. الالفا بيتا بروننج مش كده، الالفا بيتا بروننج بتعتمد مثلا او حل او حلين لو لقيتهم مناسبين خالص او بيحققوا شرط الالفا بيتا بروننج اللي احنا عارفين ان هو لو الفا اكبر من او تساوي بيتا خلاص ما تكملش في الحلول، لان ده هتبقى مضيعه وقت. فاحنا مش هنستنى لغايه في الاخر ان احنا نرجع الماكس او المين بتاع السكور، لا احنا في داله الميني ماكس نقول لو هو اولا يعني لو هو از ماكس
لو الليفل ده ماكس او لو هو ما ان لو هو مينيمايز، لو هو ماكسمايز او مينيمايز. الماكسمايز ايه هيعمل ايه؟ الماكسمايز او الداله الميني ماكس كل نود بيستقبل حاجتين، بيستقبل الفا وبيستقبل بيتا، وبيستقبل لو هو از ماكس وبيستقبل لو هو بيستقبل البوردر بتاعته. قلت لك برضو ان اخر نود احنا بنقسم الداله الريكيرجن بتاعتنا لحاجتين، اول حاجتين الحاجه اللي فوق اللي هي لو النود دي اخر نود فهو بيرجع برضو ان هو لو هي لو ليها ايفالويشن بيرجعها. طب الجزء التحتاني لو هي ايه؟ لو هي ماكسمايزر بنقول هنا بيست اللي هو اعلى سكور بتساوي سالب 1000. طبعا دي بنفترض initialize value يعني default value للسكور بتاعنا. وهنا 4i in range 3 بلو 4x in range برضه 3، بنقول لو هي فاضيه هتحط لنا السيرف دوت كوم وتجي تعمل تستخدم الميني ماكس. السكور طبعا بتدي له الالفا والبيتا اللي جات لك، فاهم؟ الالفا والبيتا اللي جات لك. وبعد كده بنرجع تاني البورده زي ما هي. لو هنا السكور عندي اكبر من البيست، يعني لو السكور اللي جالي من الميني ماكس دي اكبر من البيست اللي موجود عندي اصلا، فانا بعمل ايه؟ بخلي البيست بتساوي سكور. طب لو البيست اللي عندي اكبر من الالفا، يعني السكور اللي عندي اكبر من الالفا، بغير الالفا واخليها بيست. طب لو الالفا اكبر من او تساوي بيست، لا اعمل بقى ريتيرن. خلي بالك ريتيرن خلاص، ان هي عاد ما عمل النود ده، ان هي عمل الليفل ده خالص ورجع البيست والدي اللي هو افضل سكور والدي بتاعه. لو انت عديت على كل ده ومفيش حاجه من دي خالص، لسه الالفا بيتا مش شغاله او مش شرط ما تحققش، بترجع في الاخر خالص البيست والدي. نفس الحكايه برضو بس بعكس الكلام مع الانت، مع البيتا، مع المينيمايزر. المينيمايزر زي ما احنا قلنا بنستخدم البيتا، فالبيتا هنا بعمل هنا انيشلايز باك انشلايز في فاليو. طبعا اللي هو بيختار اقل فاليو هنا بنلف برضو بنعمل بنستدعي الميني ماكس. بنزود برضو في الدي وبنبعت لها الالفا والبيتا. لو الاس السكور اللي جالي اقل من البيست بغير البيست بخليها بالسكور الجديد. لو البيست اللي جالي اقل برضو من الالفا بخلي البيتا بتساوي البيست. لو البيتا بقى اقل من او بتساوي الفا، يعني الالفا بقت اكبر من او تساوي بيتا، بنرجع البيست والدي. لف كل ده وملقاش ما تحققش الشرط بتاع الالفا اكبر منها او تساوي بيتا، برجع البيست والدي هنا. دي بقى اللي هي الروت بتاع الشجره بتاعتنا اللي احنا بنشتغل عليها. طبعا هنا بعمل انيشاليز ديفولت فاليوز للالفا والبيتا، بخلي الالفا هنا بسالب، المفروض تبقى سالب ما لا نهايه، بس انا ايه خليتها بسالب ب 1000 والبيتا دي ب 1000. نفس الحكايه هنا برضو عادي، احنا هنا بنستدعي كل حل ممكن الميني ماكس بتاعته، ونجيب البروبابيلتي بتاعتها. لو الالفا دي اكبر من الاس، يعني الالفا اللي معايا دي اكبر من السكور اللي جالي، بخلي الالفا دي باس وبعدل في الالفا الاول، بعد كده بحط السكورز بتاعت كل حل وبرجع البورد تاني زي ما كانت. وبلف برضو نفس الحكايه، بلف وبديله الفا الجديده اللي انا جبتها من العنقود الاولاني مع العنقود التاني، بديله الالفا والبيتا بتاعته. طبعا انا بديله هنا على طول في اي نود، في اي عنقود قصدي، بيديله الالفا ب 1000 لانها الماكس دي ما بتغيرش في الالفا. فبس خلاص كده، خلاص كده تمام، نعمل كده سيف. نروح كده بقى لداله المين بتاعتنا، نشغل بقى. تعالى كده لو احنا كده مثلا لعبنا واحد، طبعا هو واخد وقت، بس الوقت ده كله واخده عشان الميني ماكس بدون الالفا والبيتا. لو انت تلاحظ هنا الميني ماكس من غير الفا وبيتا، الدبس بتاعتها او مدى استدعاء الداله في الريكيرجن اعلى في كل حل، لان انا ما بستخدمش الالفا والبيتا. مع الالفا والبيتا قليل جدا، مش هتلاقيها سريعه معاك يعني. طبعا اختار الحل اللي هنا لعبنا هنا في اول الفيديو خالص، لعبناه مثلا اختار مثلا لو احنا مثلا اخترنا هنا، اختار هو هنا. لو انا مثلا ايه لعبت مثلا يعني لعبت اتنين واتنين، اختار هو هنا وكسب اللعب. بس هو ده كان الفيديو بتاع النهارده يا جماعه. ارجو الفيديو ده لاعجابكم، ارجو ان يكون
المشروع نال اعجابك يعني، لو اي عندك اي سؤال اي استفسار، انا عارف ان المشروع ممكن يكون تقيل عليك لو انت مبتدئ في الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي وانت مبتدئ، فانت الموضوع ممكن يكون عليك صعب شويه. لو عندك اي سؤال عندك اي حاجه سيبت عليه ده تحت الفيديو ان شاء الله ارد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.